أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد عبر سكايب. بفعل ما تفرضه علينا جائحة كورونا، عبر سكايب معنا من المملكة العربية السعودية تحديدا من جازان الشاعر الأستاذ إبراهيم جابر مدخلي. حياك الله أستاذ إبراهيم، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، وكل عام وأنت بألف ألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات أنت والسادة المشاهدين، وتحية إجلال لقناة الرافدين والقائمين عليها لإتاحة هذه الفرصة لنعانق المشاهدين، وأزف لك حبيبي مصطفى وللسادة المشاهدين وجميع العاملين في القناة والأمة الإسلامية جمعاء أبرك التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، جعله الله عزا ونصرا لهذه الأمة إن شاء الله رب العالمين، وهي أيام خير وبركات ونفحات نتعرض لها رفقة الطيبين من أمثالكم أصحاب الكلمة الراقية الذين يشحذون أقلام وأسنة أقلامهم حتى يؤثروا بالأمة قولا وأثرا. أستاذ إبراهيم، في البداية اسمح لنا أن نتعرف إليك والجمهور الكريم الذي يتابعنا بدقيقتين، وما تحب أن تقوله معرفا عن نفسك، وأنت الذي يعرف، لكن خير من يعرف عن نفسه الشاعر، تفضل وعرفنا على نفسك أدبا وشعرا بما تحب أن نعرف، تفضل لك الكلمة. يا صديقي سلمت، وشاكرا لك هذه المقدمة الطيبة. إبراهيم جابر هادي مدخلي من قرية مجعر المداخلة التابعة لمحافظة صامطة التابعة لمدينة جازان في على الحد الجنوبي، معلم دراسات إسلامية، متزوج وأب لثلاث زهرات ولسيفين المنذر والمتيم، أسأل الله أن يهديهما وأن يهدي أبناءكم جميعا. طبعا لي أربعة دواوين شعرية وأربع مجموعات، المجموعة الأولى قبلة البرد والتي صدرت عن النادي الأدبي في الحدود الشمالية عرعر تقريبا عام 1432، ثم خداع الياسمين والذي صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت، و المجموعة الثالثة ما اسمها؟ المجموعة الثالثة أنا ضعت حتى الاسم، ما بين جرحين وهي صادرة عن دار السكرية القاهرة، والمجموعة الرابعة نفيف وصدرت عن نادي جازان الأدبي، ولدي مجموعتان ربما ترى النور قريبا بإذن الله. بإذن الله بإذن الله، استهلال طيب أستاذ إبراهيم. قبل أن نذهب إلى الشعر أستاذ إبراهيم، وذهابا في عمق الموضوع الذي اتفقنا عليه، باعتقادك هل الشعر العربي بشكله المعاصر أو المطمح الذي يطمح إليه كثير من الشعراء، هل الشعر العربي يختلف مع الموروث أم يأتي مجملا ومكملا ويدوران معا في فلك واحد؟ طبعا الجميع يتفق على أن الشعر العربي العمودي هو الأساس للعرب، وقد رأوا فيه اختراعا لموروثهم الأساسي وهو الشعر. ثم جاءت حقب وحقب وحقب حتى وصلنا إلى هذه الحقبة التي نعيشها الآن، وكموجات البحر ترتفع وتنزل، ربما في بعض الأوقات تكون جامحة وعاتية، وفي بعض الأوقات يكون البحر ساكنا، ودخلتها بعض التطويرات والاحتكاك بالأدب الأجنبي والجيل الذي جاء، ومناطحة قصيدة النثر كما تعرف أستاذي. يظل الشعر العمودي هو الأساس، وإن عذل فيه العاذلون أو حاولوا من الحط منه. جميل. طيب الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الاحتكاك بالثقافات الغربية كما تفضلت في نهاية إجابتك على السؤال السابق،
أو السؤال الأول في حلقتنا هذه من بيت القصيد، هناك نجد أن جيلاً أو مجموعة لا بأس بها للأسف تدعو إلى تغريب القصيدة العربية وتدعو إلى الانسلاخ من الهوية، ألا يمكن المحافظة على الوقوف بمنطقة وسط بحيث نطور القصيدة العربية لا سيما العمودية وفي نفس الوقت نحافظ على موروثنا عاداتنا نحافظ على تقاليدنا ولا ننسلخ عنها، ألا يمكن تحقيق ذلك؟ فلا يمكن تحقيق ذلك، وربما قد نستفيد من الاحتكاك بالثقافات الأخرى للتحسين وللتطوير وللاستفادة مما لديهم من موروث أيضا. أحسنت. فكل أمة بموروثها، لكن دون أن نتلف ثوبنا. لكن هناك ثوابت استحالة أن نحيد عنها. أحسنت. نعم، القصيدة العربية أو قصيدة العمود هي ثابتة بثبات رواسي الجبال، لكن لا يمنع أن نضيف عليها تماشيا مع العصر. ونعلم نحن الآن في عالم السوشيال ميديا هذه الثورة المعلوماتية التي انفتحت على البشرية جمعاء. نعم. ولم يعد شيء غريب، أصبحت الثقافات ممتزجة ومتمازجة و كل يقتبس من البيئة التي فيها. فأنا نعم عربي، ولكن لو عشت في النرويج أو عشت في بريطانيا استحالة أن لا أتأثر بالوضع والطقس. أمر طبيعي. نعم، أمر طبيعي. فأنا أقول أن الثقافات الأجنبية إنما زادت جمالا للقصيدة العربية ولموروثنا. لكن ماذا عن الذين يريدون هدم القصيدة العربية العمودية وإفراغها من مضمونها والقول بأن الأدب المتطور والعصري هو الأدب الذي ينسلخ من القديم ويبحث عن التحرر؟ باعتقادك هل القصيدة العمودية مثلا قصيدة تمثل سجنا لذلك يبحث أولئك القوم عن التطور والحرية؟ منذ إطلالة الناقدة البلغارية جوليا كريستيفا وإثارتها جدلا كبيرا حول قصيدة النثر، بعد ذلك احتدم الصراع بين شقي المنتصرين للقصيدة العمودية على أنها هي الأم وأنها هي روح الشعر. نعم. وبين شق المتعصبين لقصيدة النثر. طبعا هنا أنوه على أن الخلاف أو الذين يحاولون من الحط من شأن القصيدة أو التقليل من شأن قصيدة العمود هم أتباع قصيدة النثر. نعم. فانقسم إلى شقين، طبعا مناصرين للقصيدة العمودية ومناصرين لقصيدة النثر، واعتبارها طوفان أنها سيجرف الشعر العمودي وأنها ستحل محله، بل أن البعض يرى أن القصيدة العمودية لم تعد أصلا صالحة ويرى أنها تشويه لتراثنا. انظر إلى أين وصلت الأفكار. نعم. لا حول ولا قوة. بينما الشق الآخر يرى أن قصيدة النثر إنما هي نثر إذا ما سلمنا بتعريف الشعر وهو كلام موزون ومنظوم، فهي لا تدخل في مسمى الشعر أصلا. نعم. وقد أظهروا لها أكثر من 25 اسم، منها الشعر المنثور والنثيرة والنثر الفني، بل تصغيرا لشأنها البعض ذهب إلى تسميتها بالجنس الثالث لشذوذها عن أصل الشعر. والبعض والبعض أسماها السور الواطي أو السور النازل، كناية إلى أن من جاء ارتقى عليه، يعني يسهل الارتقاء عليه. هذا بخصوص مناصري العمود. والعرب طبعا احتفوا كثيرا بنظام القافية الذي ابتكروه وأعدوه من مقومات شعرهم الأساسية رغم إحساسهم بوطأة القافية القاسية عليهم. صحيح. وسعوا بعد ذلك إلى التخفيف من سطوتها، فابتدعوا المزدوجات التي يقضي كل شطرين فيها بقافية مختلفة عن قافية شطري البيت التالي، وأيضا جاءت الموشحات. وهذا يثبت أن القصيدة العمودية متجددة وليست سجنا كما يراها بعض القاصرين عن القصيدة العمودية وكتابتها. نعم. سأتيك أنا إلى الزبدة التي أنا رأيتها. تفضل. سأتيك. طبعا جاءت الموشحات والرباعيات والمخمسات، ومنهم من دعا إلى طرح القافية وإصدار ما سموها الشعر المرسل. طبعا
هذا كلام لكثير من المفكرين قرأته، لكن أنا أرى أن من لم يستطع أن يكتب على الشعر العمودي أو على النمط العمودي فإنه لا يعد شاعر وإن كتب آلاف المجلدات. أحسنت، ليتك تعتدل بجلستك قليلا الآن وأنت تسمعنا أولى القصائد التي تفتتح بها هذه الحلقة المميزة بإطلالتك من برنامج. إنما هو التفاعل والانتصار للعمود يا مصطفى. تفضل. نعم، وأنا وأنت ننتصر للقصيدة التي تمثل يعني موروثنا الذي لا يمكن أن نتخلى عنه، فهو جلدنا الذي يعني نعتز به ولا نتنازل عنه ولا نساوم عليه. إلى أولى القصائد. أولى القصائد عن الشعر أيضا. تفضل. وتعريف الشعر معنى لا ضفاف له. جميل. حلقت حتى ملكت المستحيل فما إذا مشى العطر في مرآته ابتسما، تقتات منه عروق الماء جذوتها كي تمنح العالم الملهوف ما حرم. الشعر ما الشعر معنى لا ضفاف له، سر إلى الآن لم يكشف ولا فهم. الشعر شيء جميل من قداسته، كانت سماوات روحي قبله حمما. الله الله. تزفه الروح طفلا وهو والدها، تفنى ويبقى ليوم الحشر ما فطما. جرح يقال قبيل الطين مر به ماء فلوح للإنسان وانتظم. ثم اصطفاه خليلا والبحور على يديه كانت هدايا، واستوت قمما وبين أجراسه تفعيلة ولدت لها تبنى فما شبت ولا هرم. قربان طاغور للرومي مرثية بيت وتفعيلة في دمعة رسما، وقبل إدراك ما يعني نظن به ظن اليقين شعورا وحد الأمم. غمامة بين جنبي عاشقين غفت واستدركت إذ رآها الفجر أين هما. الله. أرقى معانيه أن يتلو السلام به أرواحنا أو بها يبني الذي انهدم. يكف عن قلب طفل ناب قنبلة وفي عيون اليتامى يرسم الحلم. يا الله. يمد ما بين أشجار الدخان يدا تسقي النجوم وأخرى تغسل الظلم. يمد ما بين أشجار الدخان مجددا. يمد ما بين أشجار الدخان يدا يمد ما بين أشجار الدخان يدا تسقي النجوم وأخرى تغسل الظلم. الله عليك. يمشي على الريح يرنو خلفه فيرى آثار ممشا ولم نلمح له قدما. وراءه كنت خلفي لاح لي شبحا، إن واحد أدرك الثاني استوى عدما. من ذا الذي قال إن الشعر موهبة وجرحه داخلي لو مت ملتأما. كجدول في جبين الشمس ألمحه من ثقب قلبي متى ناديته الطرم. كأس وغانية ما تلك صورته، بل صورة تزرع الأخلاق والقيم. ما الشعر إلا كتاب لا نبي له مهما ادعى مدع أو زاعم زعم. أحسنت، لا فض فوك أستاذ إبراهيم. الآن أود أن أشاكسك قليلاً بالنيابة عن كثيرين ربما يظنون أننا يعني نخاصمهم، لكننا نحن نتحدث بلسان حال فريق من محبي الشعر الذين يرون بأن القصيدة العمودية هي أصل الشعر ومادة العرب، فالشعر ديوان العرب بعيدا عن النثر كونه فنا قائما بذاته. إذا أردت أن أسألك الآن أستاذ إبراهيم، خلاف المسميات ما بين هذه الأجناس الأدبية، ألا ترى بصحة رأي من يرون أن لصق مفردة قصيدة مع فن النثر هو اتكاء على معنى لا يصح؟ فالقصيدة هي قصيدة شعرية والنثر هو فن قائم بذاته، وحينما نقرن هذا النثر مع مفردة قصيدة
كما وكأن جمهور النثر يرون بأنه قاصر وعاجز، فهم يستعينون بمفردة شعرية حتى يمنحوا ما يكتبون الثقة أو شيء من هذا القبيل. هل يصح مثلا أن نقول عن القصيدة العمودية هي معزوفة أو لحن أو لوحة رسمها رسام؟ لا يصح، هذا ما يراه جمهور. طيب، تسمية النثر بقصيدة ألا يعكس حالة عدم ثقة من جمهور هذا الإبداع؟ نعم، لماذا لا يسمونه نثرا ويكتفون مثلا؟ طبعا ابن خلدون في مقدمته يقول تقليد المغلوب للغالب، فأنا ليس تحيزا لأني أكتب العمود، نحن آمنا بالنثر كفن وقد أثبت نفسه طبعا بين هلالين، اختلافي مع أو معارضتي لتسمية النثر كقصيدة. نعم، النثر فن قائم بذاته شئنا أم أبينا، وله محبوه وله مؤلفوه وله مبدعوه، بينما القصيدة أو قصيدة العمود أو الشعر بصورة عامة هم يحاولون أن ينضموا لها تسمية، وإلا حتى الجاهل يعرف الفرق بين النثر ويعرف الفرق بين الشعر. نعم، النثر فن مستقل والشعر فن مستقل. لكن جمهور النثر أستاذ إبراهيم، جمهور النثر يرى بأن القصيدة العمودية اليوم قاصرة وعاجزة عن تقديم الموضوعات الحديثة والواقع الذي نعيش بصورة حديثة في إطار القالب العمودي، كيف ترد على ذلك؟ نرد أن الشاعر الذي يجيد الغوص أو السباحة في البحور الخليلية العربية المتعارف عليها النقية له سماح أو له شيء مباح بأن يكتب ما شاء بعد ذلك، أما من لا يستطيع فلا يتحدث لي عن العمود وعلى أنه قاصر. نعم، مصطفى كتبت قصيدة عمودية أو ألفت ديوان عمودي وبعد ذلك اتجهت إلى النثر، اتجهت إلى التفعيلة، اتجهت إلى الرواية، لك ما شئت، لكن لا تتكلم عن العمود وأنت لم تكتب فيه بيتا واحدا. أحسنت. نعم، إنما هم يعذلون في العمود لعدم استطاعتهم، ولا ينقد العنب من لا يذوق يا مصطفى. أحسنت. لكن هناك من يقول إن القصيدة العمودية والشعر الفصيح يفرض علينا شروطا تقيد حريتنا، كسلامة الوزن، سلامة اللغة، سلامة النطق، سلامة الكتابة، وهم يبحثون عن فكرة التحرر كما يرى كثيرون من رواد فكرة النثر بشكله بين قوسين المشوه. يقولون إن اللغة بكل ما فيها من قواعد وبكل ما فيها من خطى وبكل ما فيها من نحويات تحد من حريتنا، لذلك نريد أن نكتب كيفما يحلو لنا، نكتب بحريتنا، نؤلف نحوا كما نشتهي. كيف ترد على ذلك بصراحة؟ أرد على ذلك الآن إذا أردنا إقامة مبنى معماري. نعم، هل يلزمنا مهندس وأطوال وأبعاد ومساحات ومسافات وقياس ووزن؟ لا، وإلا لا يلزمك، لا يلزمك. يلزمك طبيب حتى يبني المبنى، أو يلزمك سمكري سيارات. يلزمك سمكري سيارات. هل يطلع المبنى عندما يكون منطبق على الشروط التأسيسية للمبنى بإشراف مهندس وبزوايا أنا أريد أن أوصل لك فكرة يا مصطفى. تفضل. على أن القصيدة العمودية هي عبارة عن هندسة. أحسنت. عبارة عن هندسة كمن ينشئ مبنى. نعم، هذا المبنى أطوال وأبعاد وزنيات القواعد والأعمدة والتأسيس هي اللغة النحو، وهي العروض الموسيقى، وهي المبنى. نعم، والمبنى والمعنى والإبداع الحقيقي يلزمه التقيد بضوابط. مصطفى صوتك غير واضح. الإبداع الحقيقي يلزمه التقيد بضوابط، لا أن تكون الحرية مفتوحة
ومتروكة على عواهنها هكذا. هذا ما أردت أن أوصله لك. أحسنت. إلى هندسة القصيدة مجددا، ما رأيك؟ نعم، هندسة القصيدة. وللمعلومة أنا بعدما تفضل. التحقت بتويتر، نعم، رأيت العجب، العجب الأوجاع باقر في سن الشباب. رأيت أنه لا يبقى إلا الأجمل شعرا والأدق والأصح نحوا ولغة. أحسنت. أما بالنسبة أما بالنسبة لمن حتى كنا نعتقد فيهم أنهم حاملون لمشاعر الشعر، اصطدمنا بهم في تويتر، واصطدمنا برداءة الشعر الذي كانوا يقدمونه، بل اكتشفنا على أن كانت لهم أكتاف يرتقون عليها للشهرة وللتعريف بأنفسهم، عندما كان الناس لا البسطاء والشعراء المبتدئين لا يملكون ذلك. لكن عندما انفتحت الحياة في وسائل التواصل وعرض كل بضاعته، نعم، عرفنا الجيد من الرديء. ونحن طبعا نريد أن نعرف الجيد الآن أستاذ إبراهيم، ونستمع إلى قصيدة جديدة. سنكمل فيما يتعلق بالأسئلة والحوار، لكننا كلنا شوق إلى نص شعري جديد. تفضل. أبشر أبشر. بدنا نسمع منك قصيدة مختلفة عن القصيدة الأولى إن شاء الله. تفضل، الكلمة لك والمنبر أكيد. مزار الأسى، خب اشتياقك أو بثي لنا ألمه، عل القصائد تطفي روحك النهمة. عشرون مرت وعين الأفق نازفة والأمنيات ثكالى فوقه هرمة. للبحر أثمر شطآن النلوذ بها، ولا صوار الهوى للموج مقتحمة. الله الله. عشرون موتا وقابيل بصخرته، ولا غراب يواري فتنة الظلمة. عشرون يا هند مرت في دمي حرقا، والأقحوان حبيس يشتكي صممه. يا الله. مري من القلب صوتا كلما احترقت، أهدابه ظل صمتي يحتسي نغمة. ظلا ولا تعرف الأشجار منبته، ولا السماوات يوما أبصرت قممه. ما للشآبيب تأبى غسل وحشته، وترتمي في عروق الشوك والأكمة. وهل يموت حنان العطر منتبذا، يتم التسول والأزهار مبتسمة. ها نحن في آخر الساعات، تقدحنا شمس الغروب فتيلا يجرح العتمة. يا الله. نأبى الخيانات مذ كان الوفاء لنا دينا شريفا، ولا ندري بمن رسمه. هناك في حائط الأفياء قبرة، وهدهد دون ذنب مظهر الندمة. بلقيسه لم تدع صرحا ليكشفه، ويدحض التهمة الكبرى بما علمه. يسافر العمر فينا أو بنا عجبا، فأعقل الخلق حتى الآن ما فهمه. وساعة الرمل ما زالت كعادتها، تجري من العمر والأيام منتقمة. سل المرايا التي أثخنتها ظمأ، هل في رفوف الأماني غيمة دسمة؟ سل المرايا مجددا، سل المرايا التي سل المرايا التي أثخنتها ظمأ، هل في رفوف الأماني غيمة دسمة؟ يا الله. وهل يموت فتى أحيت قصائده خلقا، وخضر الأغاني قدست علمه. ضميره عاش عملاقا بفطرته، وذنبه أنه في حقبة قزمة. فليمطر العمر ألحانا على قدر، ولتقطفي من حنايا شاعر قلمة. أو فاجعليه مزارا للأسى، وبه تطوف كل جراح شابهت ألمة. دام هذا الصوت الصداح حرية وإنسانية وانتماء إلى العروبة، وتشبثا بالشعر العربي الصافي الخالص تماما كمعدنكم الرصين. أستاذ إبراهيم، ما المطلوب اليوم حتى يستعيد الشعر العربي نقاءه ويتخلص، وحتى يستعيد نقاءه ويتخلص من كل البقع التي تلطخ ثيابه؟ هو لم يفقد نقاءه لكي يستعيد. وماذا عن البقع؟ هو باق
ما دامت السماوات والأرض. نعم نعم، دخلته بعض الأشياء التي عكرت صفوه أو شوشت على مرأى الناظرين في بياضه الزاهي. نعم، ولكن بالشباب الشعراء القادرين المجددين المبتكرين لروح الكلمة ولروح الشعر الحقيقي والتعايش مع الكلمة الزمنية الحاضرة والحديثة، سيبقى نقيا زاهيا، وإن حاول المغررون وحاول المشككون أحسنت على أنه سيفقد هويته. متواصلون معك أستاذ إبراهيم بعد هذه الدفقة الجمالية، لابد أن نخرج إلى فاصل مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من جازان في المملكة العربية السعودية الشاعر إبراهيم جابر مدخلي. حيا الله أستاذ إبراهيم مجددا، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت قصيدنا، مجددا نرحب بك. سلمت وبوركت. قبل الإغال أكثر في النقاش أستاذ إبراهيم، كلنا طمع لتمتع آذاننا وقلوبنا وقلوبنا بقصيدة جديدة، تفضل اقرأ ما تحب. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ سأقرأ نص عنف على قبر السلام. خذنا إلى السلام وأبعد الله عنا وعنك العنف، كل العنف. آمين، ونسأل الله أن يعم السلام على جميع البلدان، هذا ما نتمناه ونرجوه، تفضل. قلت فيها: يمشي على وجع الشقيق شقيق، ينزو لإطفاء الحريق حريق، إيه؟ موت ونكهة غربة تجتاحنا، تيه كقعر المستحيل سحيق، ليل يقسمه الرصاص مضاجعا للكادحين وهم عليه أريق، من حيث تمتد الدماء شوارعا والجرح في قلب الكلام عميق، الله من الله. حيث ترتعش النوافذ والمدى وجعا ويمسك بالغريق غريق، وينام عطر النار كي يصحو بها طيش ويغتال الرفيق رفيق، جئنا وصوت الياسمين محاصر والفل في دمه الخجول أنيق، ألوان أجنحة الفراشات انطفت وطفى على سطح الهديل نعيق، شهب تكفن نفسها وشواطئ مقبورة، كرب تطول وضيق، عنف على قبر السلام مخيم، بحر لبحر في الجحيم يريق، رعب يفوق الأبرياء مساحة، موت بأعداد النفوس يضيق، نهر يجفف دمعنا وسنابل جوعى وخبز ما إليه طريق، بشرية والوحش أرحم مخلبا بأخيه منها والإخاء وثيق، تلك النجوم نفوس أطفال لنا ذبحت وها هي بالسماء تليق، عنهم يصلي في جوانحنا جوا ويجود عنهم بالكلام بريق، عين أب ترنو لروح وحيده وبها استوى التكذيب والتصديق، ميم المقاتل غادرته ولم يزل يسقي التراب مصارعا ويذيق، الله الله. ميم السلام تحولت حاء، فهل بالميم لوثة مكره ستحيق، فرق تسد لا لم يسد أحد على أحد ولكن سادنا التفريق، ما أتعس الإنسان يطغى طينه وهناك يفقأ روحه التحديق، عجبا أيجمعنا الشتات كدمعنا، يا الله، وبنا يرقع ثوبنا التمزيق، إيه. ناديت حتى كاد يخرجني فمي مني
ويسقطني مع التحليق. ناديت حتى كاد مجددا، ناديت حتى كاد يخرجني فمي مني ويسقطني مع التحليق. يا الله، كنت المنادى والنداء وفجأة حجبوا فمي عني فكيف أطيق. يا الله، سأعود ثانية وأخبر جثتي أن السلام يعوقه التطبيق. لا ضير في موت الأنام وإنما موت الضمير لما نحب يعيق. قلب يصلي للسلام ويكتسي وجع الغروب زفيره وشهيق. العالم المطعون بالأحقاد لن يصل الحياة يخونه التوفيق. لو أخلصوا لتخلصوا من بؤسهم وأنا وأنت هنا أخ وصديق. لو أخلصوا لتخلصوا من بؤسهم وأنا وأنت هنا أخ وصديق. الله، وأنا وأنت هنا أخ وصديق، وهذه حقيقة لا إنكار لها. أستاذ إبراهيم، إذا ما أردنا الآن نتحدث عن حرية الشعراء وكيف يمكن للشاعر أن يصنع نفسه حرا حقيقيا. طبعا لكل شاعر فكره وثقافته، نعم، ولغته وموسوعته، وهو كصانع الفخار يشكل كيف ما شاء. نعم، الشاعر هو من يخترع أو يبتكر بصمة شخصية لنفسه. أحسنت. في هذا العالم الفائض بالإبداع وبالشعر في مختلف العالم، من العالم العربي بل العالم بأجمعه، نجد أن هناك شعراء وشواعر مبدعون جدا ولهم بصماتهم الخاصة. ولذلك أنا لو أردت يا مصطفى أن أكتب في اليوم 3-4 قصائد لكنها تنسى برفع القلم من الورقة لكتبت. لكن الشاعر الحقيقي هو من يملك زمام الحرف ويجود شعره حتى يجعل له ركيزة وعلم وسارية يعرفها كل من قرأ مع أول بيت. أحسنت ربي. أستاذ إبراهيم، لا قيمة للشعر، لا قيمة، نعم، للشعر، لا قيمة للشاعر، لا قيمة لكل التجربة إذا غابت الأخلاق. ماذا تقول في الأخلاق كسلاح وجلد لا يتنازل عنه الشاعر فيخلعه؟ كل إنسان على هذا الكون وبداخله دم ينبض، قد جعل الله سبحانه وتعالى له بداية فطرة إنسانية. نعم، أحسنت. في الرأفة والشفقة والرحمة والحب والمؤازرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم، ونحن نقول للعالم أو للبشرية جمعاء: الشعراء يمدون أيديهم ويحسون بهم. الشعراء مخلوقون كالشمع، يحترقون ليضيئوا للآخرين، يكتبون لكي يوصلوا معاناة الفقراء ولا من سحقتهم الحياة، سواء في الملاجئ، سواء في البرد، سواء المجاعة، سواء الأمراض. يجب على الشاعر أن يتعايش مع الحدث مثله مثل القنوات الإخبارية التي تتسابق على الحدث. نعم. حينما يقع الشاعر لابد أن يحس بمجتمعه، نعم، ويحس بعالمه، ويملك، نعم، الإنسانية. الشاعر الإنسان، إن لم تكن إنسانا فلست بشاعر ولو كنت أفضل الشعراء. إن لم تكن إنسانا فلست بشاعر ولو كنت أحسن الشعراء وأقواهم. أحسنت أستاذ إبراهيم. الآن لو أردنا نتحدث عن فكرة العدالة بإنصاف الشاعر، هل إنصاف الشاعر شخصا يختلف عن إنصافه نصا؟ يعني هل هذان الإنصافان، إن صح اللفظ أو إن صح التعبير، هل الإثنان من الواجب أن يحضرا حينما نريد أن نقيم أي شاعر؟ هل هذا تراه يعني إلزاميا وحتميا ولا بد منه؟
طبعا يا أستاذ مصطفى، أنا من خلال مجالستي للشعراء وتواصلي معهم سواء عن قرب أو بعد، وجدت الغالبية اتفقوا كما لم يتفقوا على شيء مثل ما اتفقوا على أن النقد إن كان عدلا فحيا به ومرحبا به وبالناقد. أنا بالنسبة لي إن قرأت نصا لا يهمني من كتب هذا النص. جميل. مؤمن، كافر، يهودي، نصراني، لا يهمني. ما يهمني ما الذي قدمه. نحن الآن يا مصطفى نثني على العطورات الباريسية وصناعها أعداؤنا، ولكن الشيء الجميل يجب أن تقول عليه جميل. الشاعر إذا أراد أن يوصف سواء نفسه أو غيره فليجود نصه. طبعا الكل يعلم ما هي المقومات لنقد القصيدة. صحيح. فالقصيدة إذا نقدت النقد البناء فمرحبا بها ومرحبا بالناقد، وعين الناقد بصيرة كما قالوا. أحسنت. وأيضا المؤمن لأخيه مرآه. ربما أنا أكتب نص وتقرأه أنت لأول وهلة فتلاحظ يا إبراهيم لو وضعت المفردة الفلانية مكان المفردة الفلانية لكان أجمل. صحيح. وكلامك صحيح، وكلامك صحيح، لأن الشاعر، وأنت شاعر يا مصطفى، تعلم طقوس الكتابة، تعلم كيف تكون عقلية ونفسية وروح الشاعر عندما يكتب. أحسن. نحن نطمع يعني نطمع بقصيدة جديدة، وأن نكتفي بما تفضلت به بشأن السؤال الأخير أو الذي سألتك إياه قبل قليل. نريد قصيدة جديدة قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا. إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة أستاذ إبراهيم؟ أرجو أن يكون النص مختلفا نوعا ما. سأقرأ عليك فوضى الشموع. خذنا إلى فوضى شموعك. ولا أرانا الله دموعك ولا أراك دموعا. آمين وإياك. تفضل. كفوضى الشمع يقتلني الهدوء، ويغطش نور آفاق اللجوء. مجددا. نعم. كفوضى الشمع يقتلني الهدوء، ويغطش نور آفاق اللجوء. إيه. ويلجي مقامة الليل انتقاما كمنسأة بلا كف تموء. زوى وجه المنعم ألف هم، وجرح زهوه مني الوضوء. تؤذن بي خيالاتي وحيدا، ليخنق صوت محراب الخبوء. الله الله. تؤذن بي خيالاتي وحيدا، ليخنق صوت محراب الخبوء. كآفاق الضرير أموت صمتا، وتحجبني عن المسعى النتوء. جيادي نهك ومداي أعمى، وحمحمتي بإرهاقي تنوء. تؤبجدني مجازات الثكالى، لتنعيني إلى الذكرى القروء. خرائط بهجتي أضحت تراثا، وقد شرحت نهايات البدوء. يا الله. ومن خرائط بهجتي أضحت تراثا، وقد شرحت نهايات البدوء. ومن جزر الدخان رجعت طيرا، رماديا به أودى الصبوء. وقد ذبلت مواويلي عطاشا، فما للحن في صوتي نشوء. إذا جفت بنعناع السواقي، وأخرسه عن البوح الهجوء. فما عمري الأتي بلا عطور، وجنات الهوى نكد وسوء. يا الله يا الله، ما أجملك يا أستاذ إبراهيم. أستاذ الحبيب، ما الذي يجب أن يحضر في تجربة الشاعر حتى يعيش بعد موته باعتقادكم؟ هل أعيد عليك السؤال مجددا؟ لا 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 لا، وصلت الفكرة. تفضل. لكني أحاول أن أوصل لك الإجابة بتكثيف أو بتركيز. تفضل، لك ذلك. الشعر الجميل غير المتكلف هو ما يبقى. نعم. وأيضا آدمية الشاعر
وإحساسه بمعاناة مجتمعه هو ما يبقى. أحسنت. ولذلك لماذا الناس الآن تذكر الجواهري؟ لماذا الناس تذكر نزار قباني؟ لماذا الناس تذكر غازي القصيبي رحمهم الله؟ رحمهم الله جميعا. لأنهم أحسوا بأمتهم، ولأنهم كتبوا لا ليس لهم فحسب بل للعالم بأسره. عبد الله البارادوني الآن ذلك الضرير المبدع، عندما تقرأ له تقول سبحان من أعطاه هذا الحدث الغيبي. والله سبحان. نعم تقرأ والله كأنه يعيش بيننا فعلا. طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم لماذا أنا؟ ألم يحضر ببالك هذا السؤال؟ هذا الفضاء الممتلئ بآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من الشعراء، لماذا أنا ابتليت برسالة الكلمة؟ ما الجديد الذي سأضيفه؟ ما هو هذا التحدي العظيم الذي ينتظرني في ظل وجود عشرات الآلاف ممن يعني يزعم كثير ضمنهم أنه شاعر؟ لم يخطر ببالك مثل هذا السؤال؟ ما الذي سأقدمه في ظل هذا التحدي المسكون بعشرات الآلاف من الحقيقيين والدخلاء للأسف على المشهد؟ صدقني يا أستاذ مصطفى أن الشاعر إذا جعل من نفسه ناقداً على نفسه نعم ترك الشعر الحقيقي، ولا تسمع لكل مطبل. جميل. نحن نرى كثير من المطبلين ولا المتزلفين خاصة للشواعر، أرى بعض الشعراء الحقيقيين بعيدا عن ذكر الأسماء، لا نريد أن نذكر أسماء، لا نريد أن نذكر أسماء. تفضل. نعم نعم. التلميح بدون يغني عن التصريح. لا بدون أسماء. أي أنك حريص على ذلك أكثر مني. تفضل. نعم نعم نعم. نحن نحترم الجميع وإن أخطأوا. جميل. تفضل. نقول للمخطئ أخطأت ولكن دون تصريح، ما باله أقوام، هذا شرعنا وديننا. أحسن. وأخلاقنا. نعم. أرى كثير من حتى الشعراء الكبار لا يجدوا متابعين ويجدوا واردين لينابعهم الصافية النقية من الشعر، بينما تجد شعراء مبتدئين أو شواعر مبتدئات لا يحسنون فن الشعر الحقيقي، كسور وتلفيق كلام ورص كلام على بعضه، وتجد الإعجابات والمتابعات. وهنا لعمري شيء محزن، كيف وصلنا إلى هذه الذائقة التي تطبل وتزيف وتلفق؟ للأسف. للأسف. نعم للأسف. وأنت تعلم هذا الكلام يا أستاذ مصطفى. ما الحل؟ ولا الحل. اكتب فأنت على صواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وحيدا ونشر دينه في كل بقاع الأرض لأنه على حق. أحسنت. اكتب ولا تهتم. والشعراء أنبياء الكلمة، ونريد نبوءتك الأخيرة في هذه الحلقة أو إلى قصيدة الختام التي ستزين بها نهاية هذه الحلقة من بيت القصيد. أستاذ إبراهيم مدخلي، الشاعر السعودي الجميل جدا والمفوه شعرا وحديثا أيضا، إلى القصيدة الجديدة. لا أريد أن أقول القصيدة الأخيرة. تفضل. أسمعنا وأمتعنا. سأوردك والمشاهدين على بيادر دهشتي الأولى. خذنا إلى دهشتك إذن، وعساها لا تكون أولى فقط وإنما تلحقها دهشات ودهشات. على بيادرها العذاق السمام، شجي بنورك أفق الليل واقترفي. جميل. لحنا يؤجج فينا ثورة الدنف، واستحضري جوقة الأضواء ثم هوى يؤازر الشمع في ميلاده الشرفي. يا أنت واستجمع المعنى حلاوته، طيري بنا للسماء واستمطري شغفي. الله. وصور الغاية الأسمى كغادية زفت شآبيبها في موسم الصدف، بك اكتملت جمالا وانتصفت جوا، بالله فاكتملي بالوصل وانتصفي. يا الله. وكحلي ضفة الورد التي يبست عيناه من عاصف الأشواق واللهف، 20 فصلا وروح الأمنيات دما
فلتنفخ الروح في دوامة الخزف. غازلت فيك رؤى تموز فانتفضت بيادر الدهشة الأولى على كلفي، فاحتلني الشوق واكتظت معاركه وغيهب الويد ممتد بلا طرف. أطوف باسمك حول الريح ملتحفا زهر اشتياقي وحتى الآن لم تطفي. عيناك تسرق تمر الروح تحرق ما تلقي السماء من الأزهار والصحف. حتى انمحت بسملات منك أولها نخل وآخرها مغبرة الحشف، وكنت كالماء يطفي حر شاربه ويغرق السابح الواني بلا أسف. فعدت والليل أحلام وزوبعة ولم أنل منك إلا ثورة الصلف. تفنى المسافات فينا حين نطعمها خطى التردد أو سيرا بلا هدف. أحسنت أستاذ إبراهيم، ما شاء الله عليك. أستاذ إبراهيم، تخيل أن الشعر ماثل أمامك مجسد بهيئة إنسان، ترى ما هي الأمنية التي ستطلبها منه بصراحة؟ سؤال غريب وعميق يا مصطفى. أجب بما تحب، تفضل. سألقي قبلة على رأسه احتراما وسأقول له مارس جنونك حتى قيام الساعة. جميل، من أجل السعودية التي تحب، هذا الوطن الكبير الذي تنتمي إليه، هذا الوطن الذي يلتف حوله المسلمون ويستقبلون قبلته 5 مرات كل يوم، وله في قلوب المسلمين والعرب في كل مكان مكانة لا تمحى. من أجل هذا الوطن الذي تنتمي إليه ونحبه كذلك، رسالتك إلى السعودية والسعوديين في هذا الشهر الفضيل ماذا تقول؟ بوركت لهذا الثناء على وطني، وهو وطن للجميع. أحسنت. وهو وطن القبلتين، وهو وطن الحرمين، وهو وطن الإنسانية. فأقول لوطني ولأبناء وطني ولمحبي وطني، كونوا كما أنتم على الخير لكم ولأنفسكم وللعالم بأجمعه. فكثير من الناس يحسدونكم على هذه النعمة التي أنتم فيها بهذا الوطن المعطاء، فلا تهتموا لما يقولون وكونوا كما أنتم ملائكة للسلام. أستاذ إبراهيم، حقيقة أنا تشرفت فيك بهذه الحلقة، وكثير كنت سعيد. تشرفت فيك كثير بهذه الحلقة أستاذ إبراهيم، وكنت سعيد جدا بصحبتك خلال هذه الدقائق. سلمت وسلمت قناتكم. تسلم. قناة الرافدين، شاكرا لها ولكل الإخوة العاملين بها، وشكرا لك أخي مصطفى، والشرف لي وأنا بهذا اللقاء أسعد. واكتملت الليلة سعادتان لدي بهذا التواصل وبحلول شهر رمضان. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين فيه. شاكرا لكم حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن الأسلوب. بارك الله فيك أستاذ إبراهيم مدخلي، شاعرنا السعودي، كنت معنا عبر سكايب من جازان. شكرا، ونرجو للحياة أو من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء قريبا، وعلى أن يكون وجها إلى وجه إن شاء الله. نسأل الله أن يزيل هذه الغمة على العالم بإذن الله أكيد، وأن نجتمع بإذن الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. الأسبوع المقبل نتجدد ويتجدد اللقاء رفقة شاعر جديد، وتتجدد المشاعر أكيد. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.